تعد الأسود والضباع أعداء طبيعيين يتشاركون في نفس النطاق. كل من هذه المفترسات هي مفترسات شرسة وتعيش في مجموعات. بما أن هذه الحيوانات لديها بعض أوجه التشابه مع بعضها البعض، فمن المهم أن نسأل: من سيفوز في قتال الأسد ضد الضبع؟ على الرغم من أنه يمكننا النظر في حالات الافتراس المرصودة بين الاثنين للحصول على إجابة أبسط، يمكننا أيضاً اتباع نهج علمي للإجابة على هذا السؤال. من خلال مقارنة هذين الحيوانين في عدة نقاط من البيانات، يمكننا تحديد المخلوق الذي من المرجح أن ينجو في المواجهة. ستكون المعركة بين أسد وضبع موجة شرسة تبدأ وتنتهي في أقل من دقيقة. تلعب عدة عوامل دوراً في تحديد الفائز في مثل هذه المسابقة. ستبقي الدفاعات الجسدية الحيوان على قيد الحياة لفترة أطول في المعركة. الأسود مخلوقات ضخمة مقيدة بالعضلات ولديها الكثير من القدرة على التحمل للقتال، كما أنهم يميلون إلى العيش في مجموعات يكاد من المستحيل التغلب عليها. تمتلك الأسود أيضاً سرعتها للحفاظ على سلامتها. الضباع أيضاً حيوانات قطيع تعيش في مجموعة كبيرة حتى إنها تفوق عدد الأسود. إنها كبيرة بالنسبة للحيوانات المفترسة الأرضية. لكنها ليست أكبر من الحيوانات الأخرى التي تجوب السافانا. كما أن سرعتها وخفة حركتها هي أيضاً دفاعات قوية. تمتلك الأسود الكثير من الأسلحة الهجومية كمقاتلين منفردين. مخالبهم طويلة وحادة بما يكفي لتمزيق الحيوانات الصغيرة والضعيفة، ولديهم أيضاً أسنان ضخمة وعضة قوية. هناك أنواع من الحيوانات التي نطلق عليها اسم الحيوانات المفترسة. هذه الحيوانات هي التي تصطاد فريستها لكي تأكلها، ومن هنا جاء اسمها حيوانات مفترسة. فالافتراس هو الطريقة التي تحصل بها هذه الحيوانات على غذائها، حيث تقوم الحيوانات المفترسة بمطاردة الحيوانات الأضعف منها لكي تفترسها وتأكلها. إذا توفرت بعض الصفات في الحيوان، فإنه يدخل في تصنيف الحيوانات المفترسة، وهذه الصفات تنقسم إلى صفات جسمية وصفات سلوكية معينة. للحيوانات المفترسة بعض الصفات والمؤهلات الجسمية التي تؤهلها للعيش مع متطلبات حياتها وتمكنها من توفير غذائها بنفسها. هذه الصفات هي أسلحة الحيوان المفترس التي يستخدمها لقتل وأكل الفريسة. تمتلك الحيوانات المفترسة أعضاء تسهل عليها الصياد الفرائس وتناولها كغذاء لها، مثل الأسنان الحادة والمخالب القوية والفكين. حيث تمتلك معظم الحيوانات المفترسة ثلاثة أنواع من الأسنان. في المقدمة نجد القواطع التي تستخدم لتقطيع لحم الفريسة، وعلى الجانبين تجد الأنياب التي تستخدم لتمزيق قطع اللحم، وفي الجزء الخلفي في الفم تجد الأضراس، وهي مسطحة وقوية وتستخدم للمضغ والطحن. أما الفكين مع الأسنان فهي أدوات للقبض على الفرائس والتحكم فيها. هل تستطيع الضباع الانتصار في معركة ضد الأسود؟ نعم عزيزي المشاهد، لكن بشكل عام عندما تمكنت مجموعة كبيرة من الضباع من عزل أسد واحد يكون مصابا أو مسنا في العادة، فتستطيع قطعان الضباع مطاردة الأسود وصغارها كما هو موضح في صورتنا المصغرة.